كان لتلفزيون نهار وقفة مميزة عند إحدى مطاعم الرحمة الخاصة بتوفير وجبة ساخنة للمعوزين وبالضبط بلدية مدريسة بتيارت، أين تكمن نقطة التميز؟ في أن هذا المطعم تقوم على تسييره امرأة أبت إلى أن تكون رفقة مجموعة من النسوة يقمن بدورهن في مساعدة المساكين تحت رعاية الهلال الأحمر الجزائري، أين يقمن يوميا بتحضير الوجبات الساخنة. التغطية كانت لديار بن داود. كل سنة أحسن من المشاركة من المتطوعين من لاكاليتي النوعية تاع لي غوبا يعني، والحمد لله نقدر نقول نجحنا، ولكن العبد يطمح دائما. رانا ناكلوا، رانا ندوا، رانا لاباس علينا، رانا معاونين قاية كاع، رانا قايب فطورهم. انا كنت انا وحده ما نتقايب فطورهم، هم راني نفطر انا وبنيتي وليداتي متهلين فينا وندوا قاعد تاع ربي. الحمد لله كثر خيرهم ويخلف عليهم ويسترهم ربي ويبعد عليهم توحي الزمان اللي يكموا ليهم كاع. حاجه ما تخصناش، اللحم كل يوم، الحليب كل يوم، والخبز كل يوم، النهار مسب قالوا لنا ما كاش، كل يوم رانا نجو ندو، هاي حاجه ما خاصنا.